ونحن في بدايات شهر شعبان، يحسن بنا أن ننبه على فضله وعلى ما يستحب به من الأعمال. فقد روى الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان تمهيداً لاستقبال رمضان، وكأنه يقدم نافلةً بين يدي الفريضة، كما حال السنن الراتبة التي نصليها قبل الفريضة. ولسبب آخر بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه جاء بين شهرين معظمين، فرجب عظم في الجاهلية وهو من الأشهر الحرم، وكانوا يقولون رجب الأصم، لأنهم كانوا لا يقتتلون ولا يقاتلون فيه، يصمون آذانهم عن سماع أصوات السيوف، ورجب الأصب لأن الخير كان يصب فيه صبا. أما رمضان فقد عظم في الإسلام، فقد فرض الله صيام نهاره وندب إلى قيام ليله. وهذا أيها الأحباب الحديث أخذ منه العلماء قاعدة بأن الأوقات التي يغفل الناس فيها عن عبادة الله يعظم فيها أجر الطاعة وأجر العبادة، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وصلى بالليل والناس نيام. إيش علاقة صلى بالليل والناس نيام؟ الناس في غفلة وهو قائم يصلي لله، يتبتل إلى الله. فمن الأعمال التي تستحب في هذا الشهر الفضيل: أولاً تطهير القلب من الغل والحقد والحسد والبغي. ليش؟ لأن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان، يطلع إلى عباده فيغفر لجميع عباده إلا لصنفين من الناس: لمشرك ومشاحن. مشرك واضحة، إيش المشاحن؟ المشاحن الذي يحمل في صدره الشحناء، ويحمل في صدره البغضاء، ويحمل في صدره الغلة والبغي والحسد على المسلمين، هذا لا يغفر له. وكيف سيغفر الله له وهو لا يغفر للناس، وهو لا يتجاوز عن الناس؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يستحب في هذا الشهر الصيام، الصيام كما ورد أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان إلا قليلاً. في ناس مش متعودة طول السنة على الصيام، يجي عليه رمضان بتلاقيه أول يومين ثلاثة ارتمى بالفراش. لا، عود حالك من اليوم، لو اثنين وخميس، لو صمت لك ثلاثة أربعة أيام قبل رمضان المقصود في الشهر من بدايته من هذه الأيام. مما يستحب في هذا الشهر قراءة القرآن، فرمضان هو شهر القرآن وأنزل فيه القرآن. فكان السلف الصالح يهيئون أنفسهم لرمضان فيقبلون على قراءة القرآن في شعبان، حتى سمي هذا الشهر عند بعض السلف بشهر القراء. مما يستحب في
في هذا الشهر من الأعمال كثرة الاستغفار، فأفضل ما تستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان.